السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن الويل بالونينج، كيف نقدر نميز بينه وبين اللوس سيركوليشن، وأيضا كيف نقدر نميز بينه وبين الكيك. اليوم راح نتكلم عن آخر محاضرة في الويل بالونينج عشان نختم بها، ونبدأ طبعا بعدها في العودة إلى اللوس سيركوليشن ونتعامل مع اللوس سيركوليشن ومواده وكيف نحسب والتركيز وإلى غير ذلك. اليوم راح نشرح كيف نقدر نمنع الويل بالونينج من الوقوع. طبعا المعروف لدى الجميع وزي ما تكلمنا سابقا ان الويل بالونينج ان هناك الاي سي دي، القيمه العاليه والقيمه المرتفعه للاي سي دي، او الاي سي دي العاديه اللي نحفر بها اللي هي اعلى من الهيدروستاتيك بريشر، نكون دخلت الى داخل طبقات فيها مايكرو فراكتشر، مايكرو فراكتشر لا يتحمل الاي سي دي اللي اشتغلنا عليها، فيعمل الاي سي دي على دفع كميه من سائل الحفر الى داخل هذه الطبقات فتتوسع طبقات المايكرو فراكتشر وتقوم بعمليه سرقه او احتجاز كميه من سائل الحفر لفتره مؤقته. بمجرد ما يتوقف الحفر وتقل او تنخفض الاي سي دي يعود المايكرو فراكتشر من جديد الى الانكماش ويقوم بطرد كمية الفاقد اللي هو خداها في البداية. فهذا تعريف بسيط للويل بالونينج اللي شرحناه وتكلمنا عليه سابقا. بس كيف نمنع الويل بالونينج؟ طبعا عشان نمنع الويل بالونينج يفضل ان نمنع وقوع اللوس سيركوليشن. هذه هي الفكرة الأساسية للويل بالونينج، ان عشان ما يصيرش عندي ويل بالونينج وما تصيرش عندي مشاكل التباس ما بين الويل بالونينج واللوس سيركوليشن وما بين الويل بالونينج وما بين الكيك، فالافضل دائما اننا نمنع اصلا وقوع اللوس سيركوليشن. كيف نمنع وقوع اللوس سيركوليشن؟ نمنع وقوع اللوس سيركوليشن بثلاث خطوات رئيسيه. اول شيء ندير تحكم في الاي سي دي. الاي سي دي جدا مهمه لان هي السبب الرئيسي في الضغط على سائل الحفر ودفعه باتجاه المايكرو فراكتشر. فلهذا نحن ندير نظام معين او نطوره او نصمم نظام معين للبضخه بحيث نقلل الاي سي دي وفي نفس الوقت نتحصل على افضل نتائج لتنظيف البير. برضو نختار البي اتش اي بشكل صحيح والدريل سايز، نختار ايضا بالسلكت يعني البي اتش اي اللي هي الانابيب بشكل صحيح وبشكل مناسب، بحيث ان البي اتش اي تعطيني الانيولر بريشر لوسز المحدد او المطلوب او انيولر بريشر لوسز مناسب، لان الانيولر بريشر لوسز داخل في قيمه الاي سي دي، وكلما زاد الانيولر بريشر لوسز كلما زادت ايضا الاي سي دي. ايضا دريلينج مود بروبرتس يعتبر مهم جدا، يتحكم في خواص الاي سي دي، لان الاي سي دي تدخل في حساباتها المود ويت ويدخل في حسابها اليلد بوينت والبلاستيك فيسكوستي. فكلما كان عندي هاي ريولوجي مود، يعني المود ريولوجي كان عندي كبير، فهذا راح يعني انه راح يكون عندي اي سي دي كبيره. ايضا المود كيك نفضل انها تكون جيده، المود كيك مناسبه، لان المود كيك تدي لي عمليه اغلاق للبورس انفورميشن المسامات الموجوده في الطبقات، وايضا تقلل من عمليه فقدان سائل الحفر خاصة النوع اللي هو السيبج. فلهذا دائما أن يكون عندي المد أفضل ما يمكن ويكون في الشكل الصحيح، ونستمر دائما على المعالجة مع طول الوقت. أيضا نستفيد من البرشر وايل دريلينج، يعني البرشر وايل دريلينج مهم جدا، معدات البرشر وايل دريلينج اللي هو قياس البشر، قياس البرشر الضغط أثناء عملية الحفر، لأن قياس البرشر ومراقبة ومتابعة البرشر يستطيع عن طريقه أننا ندير كنترول على الاي سي دي. ضروري نفهم طبيعة الصخور والتكوينات، وهذا جدا مهم للغاية، يعني تفهم طبيعة الطبقات وتفهم طبيعة الصخور والصخور لأن فهم طبيعة الصخور ومعرفة آليتها ومعرفة سلوكها ونوعيتها يساعدني على تصميم أفضل للبير، تصميم أفضل لسائل الحفر. فمرات مثلا في بعض الطبقات أنا ما نحفرش فيها بهاي مد ويت، بمد ويت عالي، لان هذا راح يسبب لي في فورميشن بريشر داون، راح يسبب لي في يعني راح يحي المد ويت العالي راح يكون عندي هيدروستاتيك بريشر عالي، راح يكون عندي اي سي دي عاليه، وبالتالي قد نكون اقرب لتكسير الطبقات. ايضا ضروري نفهم طبيعه الدبليتد زون، الدبليتد زون اللي هي الطبقات المستنفده واللي يكون عندي فيها امكانيه، الدبليتد زون يكون فيها امكانيه لوقوع اللوست سيركوليشن. لهذا دائما نحن لما نخش للطبقات المستنفده او المكامن المستنفده او الطبقات الصخريه اللي يكون فيها الضغط منخفض، اننا دائما نقلل مينيمايز الاوفر بالانس، دائما نقلل الاوفر بالانس عشان نمنع او نقلل من فرصه وقوع اللوس سيركوليشن. ايضا خبره الحفر، يعني لما تبدا انت في اريا متوقع فيها يصير عندك فيها لوس سيركوليشن او ويل بالونينج، فدائما يكون عندك انت خبره في الحفر
ويكون عندك مثلا بروسيجر معين تستخدمه في الحفر، شيء متعارف عليه بحيث يمنع وقوع الويل بالونج. مثلا لما تجي تشغل المضخة تشغلها سلولي ومرحلة بمرحلة، يعني الزيادة تكون فيها على بمرور الوقت، يعني ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. ما نجيش نزيد الطبق المضخة فجأة ونرفعها بشكل كبير، فيؤدي هذا إلى قوة المضخة أو إن هي تسبب قوة تسبب لي في كسر الطبقات. أيضا ان احاول دائما ان يكون عندي السيرج براشر وسواب براشر يكون عندي في الرنج المطلوب، ما يكونش عندي مرتفع، يعني ما نديرش عمليه سحب للانابيب الحفر بسرعه كبيره، عمليه الانزال ايضا تكون بسرعه كبيره، هذا راح يولد لي ضغط اضافي يضغط على الطبقات ويسبب في مشاكل قد تصل الى كسر الطبقات ووقوع السركوليشن. ايضا عمليه الحفر تتم لما نجي ندير الروتوري او ندير عمليه الروتيشن، تحريك الانابيب يكون بشكل يعني بشكل بطيء ويكون بضع ثواني، نحرك سلولي يعني سلولي تحريك الانابيب بشكل سلولي. ليش؟ عشان ندير جيل بريكنج او بريكنج جيل، نكسر الجل المتكون في داخل البير أثناء عملية السكون، وبالتالي نبدأ بشوية بشوية نرفع في سرعة المضخة. يعني لما ننزل البير ويكون عندي الجل مرتفع نتيجة لركود المد لفترة طويلة ونجي نتحرك بقوة، فالسرعة اللي أنا ولدتها على الضغط اللي ولدته مع قوة الجل قد تسبب لي في كسر الطبقات وبالتالي حدوث الويل بالونينج. طبعا دائما حاول اني نحمي نفسي من الوقوع في اللوست سيركوليشن بالدرجه الاولى، ودائما لما نخش لي طبقه متوقع فيها الويل بالونينج ضروري نفهم كيف نميز ما بين الويل بالونينج واللوست سيركوليشن وما بين الويل بالونينج وما بين الكيك. التقيكم في المحاضره القادمه، تحياتي لكم خالد الساحل.